ثمرة من استقام على دين الله عز وجل وهو في الدنيا. الثمرة الأولى الراحة النفسية التي يجدها والطمأنينة والحياة الطيبة. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وما عنده ريال واحد، حياة طيبة كما قال الله عز وجل. بالله اسمع هذه الآية التي في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترى المستقيم عزيز أمام الملك، أمام الأمير، أمام الوزير، أمام المحافظ، أمام الكبير، أمام الصغير، أمام الذكر، أمام الأنثى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم استقاموا على كتاب الله فأخذوا من هذه العزة. وإنه لكتاب عزيز قرآن عزيز. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.